اول امبارح انا طلعت ستوري على الانستجرام قلت فيها انا عايز تحدي هنلعبه في الفيديو الجاي في ببجي. طبعا جالي تحديات كتير جدا، جالي تقريبا حوالي 49 تحدي حاجه زي كده، كان الموضوع كبير يعني. فانا اخترت اكتر 3 تحديات لفتوا نظري وعملت عليهم تصويت تاني، وشوف مين اكتر تحدي هجيب عليه لايكات. باختصار التحدي اللي كسب هو تحدي مش قوي بالمره، بس هو تحدي كرييتيف شويه. التحدي اللي كسب هو ان انا انزل بوت كامب واشغل اتش دي ار واطلع منها عايش. باختصار هطلع بده الموبايل بتاعي اللي هو مش ايباد ومش ايفون حتى 11 او حاجه، هو موبايل اندرويد عادي والسموز بترندر عندي في بوت كامب. فربنا يستر على الموبايل. نفعل اتش دي ار وربنا يستر. اوف الصراحه يا جدعان الجرافيك تحفه، بس برضه ربنا يستر. انا خايف يا جدعان. والله خايف. بصوا انا واثق ان التجربه هتكون حلوه جدا، لان انا ما لعبش اتش دي ار اصلا قبل كده، فان انا اجربها في بوت كامب وانا بصور الموضوع بقى ايه. طبعا اللاج ما اقولكوش، هي بدايه مش مبشره بالخير، بس طبعا الجرافيك حلو ما تنكروش حاجه زي كده. طبعا الحركه تقيله دي، اول حاجه استنتجتها. طلقه، انا هنزل في المين وربنا يستر. تقيل تقيل تقيل، مش هقدر يخش حتى. حتى الدمج عندهم غير، يا اخي حسبي الله ونعم. قال هو الريد دوت من ارض ليه؟ اصوات ملخبطه يا جدعان، هو تقريبا الجرافيك بيأثر على الاصوات. كانت لخبطه والله، لولا الواد اللي جه ورا ده انا كان زماني جبته. بص دمجته اصلا، واللي ورا كمان هتلاقيه متدمج وحالته بالبلد. انا قررت انزل الهانجر لسبب بسيط جدا، ان انا عايز اعيش. راح فين؟ ابن اللعيبة الواد بيلعب، عاش يا ابن اللعيبة. فورم اب اون مي، تضرب عليه من غير سكوب يجاب ايزي، الموضوع ايزي. أسد
لا 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 شاب اللعيب فورم اب اون مي. مش هنخش بقولك ايه، مش هنخش المين دلوقتي. بسم الله ما شاء الله عظيم البطاطس. اوبا يا ابن اللعيبة. عايش عايش والله، شكلي احلى بالاتش دي ار. تعال نروح المينا على السريع كده، تعال نروح المينا على السريع. أرسن ازاي ازاي؟ ما انا برضه مدمجه يا جدعان، ده مدمجه جامد اللي هو انا مديله كتير. تعالى لازم نروح، بس هنروح له ازاي من غير ما ندمجه؟ تعالى تعالى بص، واحد يكفر التاني. يلا انا اكفرك، يلا عدي. ماشي اسد، استنى هاي هاي. لا يلا عاش يا ابن اللعيبة حبيبي يا اسطى والله. كده بوت كام خلصت صح؟ اللهم صل على النبي. يب حلو قوي. ايه ده انا كده عملت كده التحدي خلص. انا مبسوط، بس استنى استنى نشوف بقى انا لحد اخر الجيم بقى نكسبه ولا نهبل ولا حاجه. خلص انا يا جدعان، تحسوا ربنا ان انا عامل كيل مسج، ان انا مطور الكيل مسج بيلمع كده. يا ابني انا فاكر انا لما كنت 15000 كان سيمبا عنده 17000. يا ابن الذين، ايه ده 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 ايه ده. طب لو تعرف ترجع لي، لو تعرف عشان شكله صعب يعني، مش اسمه سهل. ده هيك ده هيك يا مان، ده بقى ده حاجة مستفزة. فينه؟ مش عارف، انا مش عارف، انا مش شايف حاجة ولا انا. الكمبور يا نهار ازرق، يا نهار ازرق على الكمبرة.
وبس يا جدعان، هنكون وصلنا لنهاية المقطع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس، تعملوا لايك، انا شايف عايزين كده مش المقطع بشكل اكبر. نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.